إقبال من أفراد الأسرة المصرية على معارض أهلا رمضان، فمنذ الافتتاح وحتى الآن يشهد المعرض المقام داخل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر إقبالا متزايدا، توافر لجميع السلع الاستراتيجية والتي تحظى باهتمام ربة الأسرة قبيل شهر رمضان. أسعار أرخص بالنسبة للرز والمكرونة، لقينا الأسعار أوفر بكتير من بره، في فرق فعلا بين الأسعار يعني. هو فعلا صراحة المعرض السنة دي كويس جدا وأسعاره كويسة في المتناول، يعني احنا صراحه لفينا كذا مره وفعلا المنتجات كويسه جدا، وكنا نظن احسن برضه من السنه اللي فاتت، في معروضات اكتر من السنه اللي فاتت. اسعار مخفضه وشركات تدخل السوق المصري لاول مره، منافسه لجذب جمهور المستهلكين، خامات هي الافضل وجوده لا تنافس. 165 شركة عارضة لجميع السلع الاستهلاكية، حرص على خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25%. منتجات، وشايف فيه منتجات كتيرة جدا السنة دي نازلة، الشركات بتاعتها دخلت في هيئة سلامة الغذاء والدواء، ودي حاجة مهمة جدا للتصدير ومهمة جدا لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. كل حاجة موجودة وكل حاجة فعلا متوفرة، في حاجات بنفس السعر بره وفي حاجات أرخص شوية، وفي يعني الاسعار حتى يعني كان في شكاوى كتير من اسعار الرز والمكرونه، لا الاسعار بتاعت الرز بادئه من 9.5 لحد 18 جنيه، وكل واحد يختار المنتج اللي على قد ظروفه يعني. وتبقى اليات العرض والطلب لخلق توازن في الاسواق هي الافضل، وربما تخفف من حالات الغلاء وجشع بعض التجار على امل انتهاء الازمه قريبا. حماد العرب، التلفزيون المصري.